هذا ليس القمر يا رفاق، القمر يظهر في الليل، نسيتم؟ هناك أمر مريب يحدث. يا أطفال، انظروا إلى الصخرة الرائعة في السماء. لا نرى هذا كل يوم. هل رأيت هذا يا سبونج؟ سبونج، بوب؟ جبن أخضر، جبن أخضر، جبن أخضر. سبونج بوب، بسيط. انصتوا إلي جميعاً، ابتعدوا عن الضوء، الضوء سيء. اهربوا إلى الظل. رومانسي جداً. عزيزي يوجين، أرني وجهك الوسيم. أنا دائماً مستعد لأن أريك وجهي. يا، اذهبوا إلى الخارج وانظروا إلى القمر المدهش. مرحباً، مرحباً، لؤلؤة. لا، أنا لا. ها؟ يؤثر فقط على الكائنات البحرية، لكن ما زلت لا أفهم لماذا يغير القمر الجميع إلى سمك بري. هل أنا الوحيدة التي تبقت؟ آخر من استخدم هذا الحمام لم يتعلم النظافة. أنجليني، ساندي، ماذا تفعلين؟ هذا مؤلم. ما معنى هذا؟ ابقى في الظل. أطالب بتوضيح. سأوضح لك يا شفيق. مرحباً، الراوي الفرنسي يتحدث. أهلاً فرنسي، هذه أنا ساندي. ساندي أمور، كيف الحال عندك؟ الحال ليس جيداً هنا يا فرنسي، في الواقع. لا تقولي كلمة أخرى، فأنا أراقب سلوك القمر الأخضر طوال اليوم. اسمه قمر نبتون، كل 100 عام يعيد الجميع في قاع الهامور إلى كائنات بدائية لمدة ساعتين. ساعتين؟ إلى أن يسقط داخل بركان آخر ويتم إخماده. كنت أعرف أنها ظاهرة من الطبيعة، هذا مطمئن، لذا سأبقي شفيق في الظل ساعتين. شكراً يا فرنسي. سأذهب إلى المنزل وأختبئ تحت الأغطية، كل كائن ينقذ نفسه. فرنسي، سأعاود الاتصال. شفيق، يجب أن تبقى في الظل. النجدة. شفيق، لا. لا أصدق ما أرى، لا نرى هذا كل يوم.